بسم الله الرحمن الرحيم. نسجل ارتباكا واضحا في سير مجلس جماعة الدار البيضاء. فبدأت الجلسة اليوم بتصحيح ما سمي بخطأ مادي، وهو ليس خطأ ماديا، لأن الخطأ المادي كان في شيء اللي هو أساسي ماشي ثانوي، وهو التيتر ديال الأرض اللي غتقتنى، المفروض أنها غتقتنى في مديونة 260 هكتار. يعني وقع واحد الخطأ، ولا المعطيات اللي تعطاتنا أن واحد تيتر فرونسي واحد آخر، وحنا ناقشنا هذاك تيتر فرونسي، وناقشنا في اللجنة على هذاك تيتر فرونسي. فإذا اليوم كيجيبوا لنا تيتر فرونسي واحد آخر، وقال لك اسيدي نصحوا هذاك الخطا، ولي هذاك التيتر الفرنسي في بلاصه اخر. قال لي مودي لا يمكن. اولا بعدا القانون تيقول لك الا وقع شي خطا مادي في واحد النقطه معينه، انه ماشي كتجيب من بعد بلا ما دير داك الشيء في دوره اخرى، لا خصو يدار في دوره اخرى، خصو يدار في جدول الاعمار مره اخرى، ويجي ويصوت عليه المجلس من جديد، يصوت على الصحيح. هي دابا ماشي عاود ثاني، وحنا سالينا وصوتنا تقريبا ايام هذه باش صوتنا، وعاود ثاني جا وقال لك لا عاود صوت ثاني، راه خطا مادي كذا. فكاين واحد النوع من الارتباك. نسجل الغموض في النقاط، وهذا الغموض يعني نتمناه انه يكون يعني بدون خلفيات يعني سلبيه. فيعني كيقول لك تفويت واحد القطعه ارضيه لغير قابله للبناء لفلان او لفلان او لفلان. هذا غير قابله للبناء احيانا كتكون فعلا صحيح بانه غير قابل، واحيانا كتكون قابله للبناء. بعد يعني مثلا واحد العدد من هذوك البقع ماشي قابل للبناء، واحد العدد قابل للبناء. ثم انك المفروض انه خاص يكون القطعه الارضيه ديال الجماعه كتكون مشكله غير شي مشكل، شي واحد مثلا بنى داره ولا بنى المشروع ديالو، كبر كاع من الدار بنى المشروع ديالو ودخل في الارض ديال الجماعه بواحد الامتار معينه، وقع عليه مشاكل وما قدر يحفظ، ما قدر يدير حتى حاجه، حلوا ليه المشكل ديالو. هذا منطق يجيو عليه يقبلوا النقاط بهذا الشكل، معقول. ولكن يجيو البقعه كلها فوق الارض ديال الجماعه كامله، البقعه كلها ولا المشروع كامل فوق ارض الجماعه، ويقول لك نحلوا ليه المشكل. هذاك راه كان كيستغل هذه المده كلها، راه خصو يخلص الاستغلال ديال شحال من عام، وخصو يتعامل معاه على اساس انه مترامي على ملك الغير، ماشي نجيو نسولوا ليه المشكل حنا على خاطرنا ونصيفطوه بلا محكمه بلا حتى حاجه نحلوا ليه مشكلته بهضر. ولهذا انا كنقول للناس ديال الولايه اللي هما اللي غياشروا هما اللي غيديروا باش ينتبهوا لهذه المسائل، اللي هي بقعه فعلا فيها هذه المواصفات واخا، ولكن اللي هي تثبت بان بقعه ما فيهاش نقعه قابله للبناء، وبانها كليا ديال الجماعه كامله، واحد اخر رباني فوق منه، وحنا جايين باغي نسولوا ليه الوضعيه. هذه ماشي تسويه الوضعيه، هذه سميتها التضحيه بمصالح الجماعه وكذا، وهذا شيء لا يمكن ان نقبله. مساله اخرى وهي عندنا واحد الاتفاقيه اليوم غادي المفروض اننا نصوتوا عليها، هي جات في اطار اتفاقيه اطار واحده اخرى وقعت امام جلاله الملك، كتعلق بتثمين ممتلكات ديال الدار البيضاء، وخاصة بعض البنايات اللي عندها طابع أثري ومعماري وكذا إلى آخره. كانت الاتفاقية الإطار كتنص شي ربعة المرات، وهي في الثنايا ديالها كتنص على أن لي مونطون الاعتمادات لي فون اللي غادي يدخلوا غيتفيرساو لكازا باتريمون. هادشي اللي كاين في الاتفاقية الأصلية، الاتفاقية الإطار. فيعني بغات الثقافه تفيرسي، بغات شي جهه تفيرسي، ابناك بغاو فيرسي، واي واحد غيفيرسي كازا باتريمون. فاذا بنا كنتفاجئوا كتجي واحد الاتفاقيه من الولايه ما بقاتش فيها كازا باتريمون، ولات فيها الوكاله الحضاريه. احنا ماشي ضد الوكاله الحضاريه، ولكن احنا بالنسبه لنا هذا الاورغان ديال الحكامه اللي هو الاس دي ال ديال كازا باتريمون، هذاك هو اللي كيتناو يمكن نديروا ليه. فعلاش نحيدوا كازا باتريمون؟ واش تغلبات؟ واش كازا باتريمون قالت لكم اودي انا 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 هزيت يدي وانا شوفوا شي حد اخر يشري؟ لا، خلوه بما ان كازا باتريمون يعني فايت، واصلا كاين بعض المشاريع اللي اصلا باديه وفيرسين فيها بعض الاطراف سميتو، وغيجيو دابا غتجي ثاني. احنا كنقولوا بان يعني الوكاله الحضاريه هي بحال لاربيتغ ديال البناء وديال العمران في المنطقه كلها، وما يمكنش لاربيتغ يولي لاعب. حنا بالنسبه لنا عندها ادوار ديال التاسيس ديالنا، النهار الاول الوكاله الحضاريه، دوك الاوراق المؤسسه لي دوكيمون فونداتريس ديال هاد الوكاله الحضاريه، يعني ما كتسمحش انها تبدا دير مشاريع، تدير مشروع هنا عمراني هنا وتدير وتولي هي اللي كتبني وهي حتى هي كدير وكذا. فيعني لا، هي راه خصها تبقى عندها ديك الصفه ديال الحكم،
الصفة ديال الحكم ديال الجمال ديال عمران على مسائل بكذا. أما ولو لتي داخل التيران اللعبة لا ما هذا كنشوفه يمكن تشرف مثلا على بعض الاشغال الخاصه بالمدينه القديمه، يمكن تشرف على بعض المشاريع اللي عندها واحد الطبيعه معينه، تشرف بالراي التقني ديالها، ماشي تولي هي اللي حامله المشروع وهي اللي كذا وهي كذا. يعني هذا الراي ديالنا، يعني وهذا لا ينقص من قيمه الوكاله الحضريه. هذا الشيء ماشي تبدا اليوم مع هذا السيد العميد الجديد، ولكن تبدا شحال هذا الشيء ديال دارت مشاريع عمرانيه عندها مشاكل ما خلصوش، لي بارتيسيباسيون ما تخلصتش كما ينبغي، وهذا اشكال كثير. كي غادي دير تتعامل مع الوكاله الحضريه كي غادي دير معها؟ فلا كان منعش عقاري ما بغاش يخلص لي بارتيسيباسيون غادير معاه الاجراءات، ولكن دابا بعد تولي مشاكل بحال هذا الشكل نحن في غنى عنها، فخص الوكاله تبقى فوق الروس، تبقى حكم، تبقى كذا، تبقى عند هذيك الصبغه ديال المؤسسه ديال الدوله اللي عندها واحد الاحترام وعندها واحد التقدير وعندها واحد كذا. ولهذا كنشوف هاد 310 مليون ديال الدرهم اللي كيتكلموا عليها يمكن تفيرس سميتو كما هو، ولا هذه مخالفه واش توقعت قدام جلاله الملك بانه غادي يمشي؟ هل الشركه اللي غيتفيرس عليها الشغل ودابا نقلبوا المسائل؟ لا، خاص هذيك الكونفونسيون اللي هي كونفونسيون سبيسيفيك خاصها تكون متناسبه مع الكونفونسيون انيسيال، الكونفونسيون كادر. هذا هو المسائل.